الحقيقة أنا لما تواصلت مع دكتور محمد مغاوري وبعت له الورق قال لي أنا هرد عليك في خلال 3-4 أيام بالكتير. ما عداش 24 ساعة إلا كان بيكلمني وبيقول لي إحنا مستنيين أيلا. ممكن تحكي لي بقى حكاية أيلا؟ هي أيلا عندها مشكلة معقدة في القلب، محتاجة فحوصات كتيرة ومحتاجة اللي بنسميه مالتي ديسيبلينري تيم أسسمنت، اللي هو بيبقى فيه لازم كذا دكتور قلب أطفال ومعاهم جراحين الأطفال يبصوا عليها بصة عميقة، ومعانا طبعاً استشاريين بتوع الأشعة ويحددوا إيه أحسن حاجة ليها. الهدف عندنا هو بعث الأمل، ده يعني ده جزء من الهدف بتاعنا، ويا رب إن شاء الله لو في أمل إن إحنا نساعدها إن شاء الله يبقى هي ابتدت رحلة العلاج، وأنا حاسس إن شاء الله الشفاء هيبقى على أيديكم يا رب إن شاء الله.